صاحب الجلالة يخاطبكم. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء، ويأتي تخليد هذه المناسبة المجيدة في سياق مطبوع بالعديد من المكاسب والتحديات. فالدينامية الإيجابية التي تعرفها قضيتنا الوطنية لا يمكن توقيفها. إن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية وبإرادة قوية لأبنائها واعتراف دولي واسع. شعبي العزيز، لقد سجلنا خلال الأشهر الأخيرة بعون الله وتوفيقه تطورات هادئة وملموسة في الدفاع عن صحرائنا، وهنا لابد أن نشيد بقواتنا المسلحة الملكية التي قامت في 13 نوفمبر 2020 بتأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع بمعبر الدرقارات بين المغرب وموريتانيا الشقيقة. وقد وضع هذا العمل السلمي الحازم حداً للاستفزازات والاعتداءات التي سبق للمغرب أن أثار انتباه المجتمع الدولي لخطورتها على أمن واستقرار المنطقة. وبنفس الروح الإيجابية نعبر عن تقديرنا لتزايد الدعم الملموس لعدالة قضيتنا. وإننا نعتز بالقرار السيادي للولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، وهو نتيجة طبيعية للدعم المتواصل للإدارات الأمريكية السابقة ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية. فهذا التوجه يعزز بشكل لا رجعة فيه العملية السياسية نحو حل نهائي مبني على مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كما أن افتتاح أكثر من 24 دولة قنصليات في مدينتي العيون والدخلة يؤكد الدعم الواسع الذي يحظى به الموقف المغربي لا سيما في محيطنا العربي والإفريقي. هو أحسن جواب للقانوني والدبلوماسي على الذين يدعون بأن الاعتراف بمغربية الصحراء ليس صريحا أو ملموسا. ومن حقنا اليوم أن ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة ووضوحا. خصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، العملية السياسية وحل، وهي مواقف ستساهم في دعم المسار السياسي ودعم الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى حل نهائي قابل للتطبيق. شعبي العزيز، إن المغرب لا يتفاوض على صحرائه، ومغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات.
وإنما نتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. وعلى هذا الأساس نؤكد تمسك المغرب بالمسار السياسي الأممي، كما نجدد التزامنا بالخيار السلمي وبوقف إطلاق النار ومواصلة التنسيق والتعاون مع بعثة المينيوسو في نطاق اختصاصاتها المحددة. وفي هذا الإطار نجدد التعبير لمعالي أمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريز ولمبعوثه الشخصي عن دعمنا الكامل للجهود التي يقوم بها من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية في أسرع وقت ممكن. وهنا نلح على ضرورة الالتزام بالمرجعيات التي أكدتها قرارات مجلس الأمن منذ 2007 والتي تم تجسيدها في اللقاءات المنعقدة بجنيف برعاية الأمم المتحدة. شعبي العزيز، إن التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء تعزز أيضا مسار التنمية المتواصلة التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، فهي تعرف نهضة تنموية شاملة من بنيه تحتيه ومشاريع اقتصاديه واجتماعيه. وبفضل هذه المشاريع اصبح جهاد الصحراء فضاء مفتوحا للتنميه والاستثمار الوطني والاجمعي والاجمعيه، وبما يعود بالخير على ساكنه المنطقه. ونود هنا ان نعبر عن تقديرنا للدول والتجمعات التي تربطها بالمغرب اتفاقيات وشراكات، والتي تعتبر أقاليمنا الجنوبية جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني. كما نقول لأصحاب المواقف الغامضة والمزدوجة بأن المغرب لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية. ومن جهة أخرى، فإن المجالس المنتخبة بأقاليم مواجهات الصحراء بطريقة ديمقراطية وبكل حرية ومسؤولية للممثل الشرعي الحقيقي لسكان المنطقة. وإننا نتطلع أن تشكل قاطرة لتنزيل الجهوية المتقدمة بما تفتحه من آفاق تنموية ومشاركة سياسية حقيقية. شعبي العزيز، إن قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة، وهي قضية كل المغاربة، وهو ما يقتضي من الجميع كل من موقعه مواصلة التابعة واليقظة لدفاع الوحدة الوطنية والترابية وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، وذلك خير وفاء لقسم المسيرة الخالد ولروح مبدئها والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله بثواه وكافة شهداء الوطن الأبرار. ونغتنم هذه المناسبة لنعبر لشعوبنا المغاربية الخمسة عن متمنياتنا الصادقة بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل الوحدة والاستقرار. ونود في الختام أن نوجه تحية إشادة وتقدير بكل مكونات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والإدارة الترابية والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.